له الحل ايه؟ انفذ ولا لا؟ انا ان يكون لي حق واتنازل عنه ببند الاذعان ولوي الدراع اللي بيعمله خالد عبد العزيز وهشام حطب، انا ضد ان محمود طاهر يخضع. صالح سليم في يوم من الايام رئيس الجمهوريه جاي يحضر ماتش نهائي وحطه في الوزراء وقال له صالح سليم هتقعد في الصف اللي ورا، قال لهم رئيس الجمهوريه ضيفي، ضيف النادي الاهلي، انا ما اقعدش ورا. هلا رجعت تسترشد بيه وانا اقدر انكر قيمه صالح سليم؟ هو انا اقدر، هو بقول لك يا كابتن بس صالح سليم انا اقدر انكر قيمه صالح، رئيس الجمهوريه مش من حقك تحضر. من لا ما قالوش مش من حقك، قال انا صالح سليم انا رئيس النادي الاهلي. أيوة. ده النادي الاهلي وكان بيدافع عن ده النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي اتقال له بخ يجري. هو هم بيبلطجوا على النادي الاهلي ولا ايه؟ احنا خالد عبد العزيز وهشام حطب بيبلطجوا، قانون غيره برفع قضيه خلاص، ده اللي عرفه. ده بذمتك وزير قاعد يتفرج وبعدين يطلع في مداخله تليفونيه يقول للنادي الاهلي يعمل اللي هم عايزينه، انا مش هقول لهم حاجه بس مش هنعترف. ايه ده؟ ايه ده الوزراء دول؟ هل احنا نحط نفسنا ايه الوزراء دول؟ ايه يا عم ايه الوزراء دول؟ ده وزراء جداد علينا. الوزير يجي يقول تعالى 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 النادي الاهلي، تعالى هشام حطب، تعالوا قولوا لي في الحق فين؟ اذا كان القانون بيديله هذا القانون ولا مش بالقانون؟ القانون الجديد ما بيديلوش الحق. القانون إيه؟ القانون اللي مجلس الوضع قرره. يعني بقول لك يا باشمهندس، يعني هشام حطب بيقدر يتصرف بعيد عن خالد عبد العزيز؟ قانون اللي يتصرف، قانون اللي يتصرف، قانون اللي يتصرف. المفروض والمفروض ده بيحصل كام في المية في مصر؟ احنا مالنا مال الاعراب؟ هو في النهايه انت حضرتك بتحترم يا جماعه نضحك، احنا مصريين وعايشين مع بعض هنضحك على بعض. كويس كويس. المفروض ايه؟ احنا انت بتتكلم في حته ثانيه. لا ما بتكلمش، انا بقول لك اهو هذا تواطؤ، هذا تواطؤ من خالد عبد العزيز وهشام حطب. بص كلام انا اتحمل مسؤوليته يا عم، انا حر. لا وانا بقول لك خالد عبد العزيز متواطئ كويس، وخالد عبد العزيز وزير سلبي، وزير سلبي وجهه نظري ما اعرفش عايز يعمل ايه. يعني متواطئ معاك ده هو اللي جاب المجلس دفع وعينه وشال النص اللي لا متاسف متاسف مش هو اللي عينه، اللي عينته الجمعيه العموميه. المجلس ده مش جاي من البيت. لا 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 متاسف، ما نجريش وراهم. النادي الاهلي ده اللي جاب المجلس الجمعيه العموميه اللي جابته الجمعيه العموميه. بس في محكمه قالت حاجه، قالت ايه؟ في حكم المحكمه ابطل الانتخابات. واذا خالد عبد العزيز قرار غير ده يبقى ضد رابطه الجمعيه العموميه. ايه المحكمه يا سيدي؟ خد قرار، عنده قرار في الاخر لصالح. انا عايز اسال يعني ما هوش ضد المجموعه، اقصد اقول انا يعني. مش دعوه بالمجموعات، انا بتكلم عن حقوق عامه، ماليش دعوه بالمجموعات. انا انت بتشخصن لي ليه؟ انا ما بشخصنش. خالد عبد العزيز وهشام حطب بيبلطجوا، لا قانون ولا يحزنون. هو عندما يتدخل